في 29 تشرين الأول لعام 2019 تم الاعتراف الرسمي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي بالقتل الجماعي والمنهجي للشعب الأرمني الذي قام به الأتراك عام 1915 ميلادي واعتباره إبادة جماعية جينوسايد. هذا الاعتراف هو إعلان لوقفة ضميرية ووجدانية وإنسانية تاريخية من الشعب الأمريكي تجاه الشعب الأرمني، والتي كانت منتظرة منذ عقود خلت. الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية رحبت بهذا الاعتراف الرسمي الذي طال انتظاره، وعلى الرغم من تأخره هو خطوة أولية هامة جداً للخطوات القادمة في القضية الأرمنية لتحقيق الحق والعدل لشعوب العالم، وخاصة لإعادة الأرض وحقوق الشعب الأرمني الذي أبيد له أكثر من 1.5 مليون أرمني. الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية كونها راعية لشعبها الأرمني عبر التاريخ ومنذ تأسيسها في القرن الأول للميلاد وحتى يومنا هذا، هي المرجعية الأساسية المدافعة والحامية المحافظة والمهتمة بكل قضاياه المصيرية، حقوقه وأموره الإنسانية الحياتية والاجتماعية، وخاصة في المطالبة بإعادة حقوقه المغتصبة وأراضيه المحتلة وكنائسه وأديرته وجميع أوقافه الدينية والاجتماعية. الكنيسة الأرمنية طالبت وتطالب من كل شعوب العالم التي لم تعترف بالإبادة الأرمنية حتى الآن أن تسرع بالاعتراف الرسمي والعلني بالإبادة الأرمنية لتحقيق الحق والعدل، وبالأخص الدول العربية المجاورة لتركيا والشاهدة على هذه الإبادة والحاضنة للأرمن الذي كتب لهم النجاة والذين لجأوا من الموت إلى بلدانهم. إن حق الشعوب هو الحياة والعيش على أراضيهم بسلام وطمأنينة وخير ووئام، وعلى الدول أن تعمل على إعادة الحق وتحقيق العدل للشعوب التي اغتصبت واحتلت أراضيها، وخاصة بعد الاعتراف الضغط وإجبار تركيا على الاعتراف وإعادة الحق والعدل والتعويض لكل شعوب المنطقة، وخاصة إعادة أراضي شعبنا الأرمني ومنها أرمينيا الغربية المحتلة من أجل عودة الأرمن المهجرين لأراضيهم وديارهم المحتلة منذ عام 1915 ميلادي.